والفكر الدفاعي بيغلب طبعا على المدرب الفرنسي برونو مينتو وبالتالي على لعيبة السنغال. ادي الهجمة المرتدة واللي بيلعب عليها والمهارة العالية وبيلعبها وجول جول جميل 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 جميل. السنغال باب ديوب عملها والله باب ديوب في الدقيقة 29. احبائي الكرام لسه بقول لحضراتكم ان هجوم السنغال بدون انياب حقيقيه وادي الرقصه الافريقيه وهالغنى لان طبعا مش مصدقين كل دول بيلعبوا في فرنسا وكل دول وفرنسا هي بطله كاس العالم والتمريره حلوه للساحر الحاج ديوب. هو واقف الراجل ده ويجيد عمليه المراوغه وكلفه الراجل في سنتي اهي شوف حضرتك كلفه ليبوف الحارس الخصوصي بتاعه ودور ودور لقى بابا ديوب حطها له وقع وراجع ولسه بقول لحضراتكم وجات له تاني موفق جدا من زاويه تانيه اهي وايمانويل بيتي وبارتيز والراجل من الوضع جالسا 19 باب ديوب جول جميل 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 يلقي بكلمه الافتتاح باب ديوب في ماتش النهارده لاعب جراس روبر السويسري يمكن اللعيب الوحيد في السنغال اللي ما هواش في فرنسا ولكنه في سويسرا. باب ديوب الهدف الاول في الدقيقه 29 باب ديوب